السلام عليكم يا أطفال، اليوم سوف نحلل الكلمة إلى حروف ومقاطع. أول كلمة لدينا كلمة كرز. عندما ننظر إلى كلمة كرز بالكتاب نرى الحركات التي على الكلمة جميعها فتحة، إذن سوف يصبح لكل مربع حرف. ك بمربع، راء بمربع، زاء بمربع. حللت بالكامل. الكلمة التالية كلمة كأس. كأس. ننظر هنا، ماذا يوجد؟ يوجد سكون. أحسنتم. عندما يصبح لديها سكون تمسك الحرف التي يسبقها الذي هو حرف الكاء، فيصبح مقطع بمربع واحد ك ك، ويصبح الساء بمربع لوحده ك بمربع س بمربع. حللت إلى مقطع وحرف. هنا الكلمة الأخيرة كلمة ديك. ديك. هنا مد طويل. مد طويل لأي حرف؟ أحسنتم، لحرف الياء. تصبح